السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، وأبدأ بأبرز العناوين. وزير التنمية الاجتماعية يرعى فعالية دعاء من أجل سلام بكل لغات العالم في الكنيسة الإنجيلية الوطنية. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يتفقد أوضاع مخالفي الإقامة في مركز الإبعاد. وجمعية وصداقة للمكفوفين تنظم مسيرة مشي تحت شعار مساندة المجتمع للكفيف واجبنا جميعا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى تفاصيل البرنامج. تحت رعاية سعادة وزير التنمية الاجتماعية سيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، أقامت الكنيسة الإنجيلية الوطنية احتفالية بعنوان دعاء من أجل السلام بكل لغات العالم، وذلك بحضور راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس هاني عزيز، إلى جانب عدد من رجال الدين من ممثلي مختلف الديانات والطوائف والمذاهب والمهتمين. حيث أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن تنظيم الكنيسة الإنجيلية الوطنية هذه الفعالية وبصورة دورية على أرض مملكة البحرين يترجم ما تميزت به البحرين عبر تاريخها العريق من تسامح وتنوع ثقافي وديني لكافة الديانات والأجناس، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. من جانبه أكد راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية أن واقع الحريات الدينية التي تعيشها البحرين إيجابي بكل المقاييس، وذلك بقيادة عاهل البلاد المعظم والذي يدعم الحوار بين الأديان والحضارات. اطلع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال زيارة تفقدية إلى مركز الإبعاد على أوضاع مخالفي الإقامة والمعاملة التي يتلقونها والحقوق والواجبات اللازمة في هذا الشأن، وذلك لحين استكمال إجراءات ترحيلهم وفق أحكام القانون. وكذا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال زيارة على أهمية مواصلة عمليات التحديث والتطوير وتقديم الخدمات وفق أحكام القانون. نظمت جمعية وصداقة للمكفوفين مسيرة المشي مع الكفيف تحت شعار مساندة المجتمع للكفيف واجبنا جميعا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء بحضور الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة. وأعرب المحافظ عن حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات الإنسانية في مختلف المجالات مع كافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من منطلق اهتمامها في تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع. من جانبه شكر رئيس جمعية المكفوفين السيد حسين الحليبي محافظة العاصمة على دعمها المستمر للجمعية على مدار السنوات الماضية. أعلن مدير إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة والثروة
البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس حسين جواد الليث عن تنفيذ دورة تدريبية في مجال إكثار الأشجار والنباتات الزينة، وأشار الليث إلى الاهتمام المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين باقتناء النباتات، وهو ما يشكل ارتفاعا في مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النباتات للصحة والبيئة. وتأتي هذه الدورة تزامنا مع إطلاق المبادرات والحملات الوطنية التي تستهدف زيادة التشجير بالمملكة. أشاد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم بالأداء المتميز لمدرسة المحرق الابتدائية للبنات، والذي يعكس ما تقوم به الإدارة المدرسية فيها وجميع منتسبات الهيئتين التعليمية والإدارية من جهد كبير في بدء العام الدراسي بنجاح. جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لشؤون المدارس وبحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء إلى المدرسة المحرق الابتدائية للبنات، حيث تم خلال زيارة تدشين الحملة المدرسية للتشجير والتي ستشمل جميع المناطق التعليمية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية. مشاهدينا، برنامج هنا البحرين مستمر وفيه بعد قليل. هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلق فعاليات مهرجان البحرين السينمائي. برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان الخليفة الرئيسة الفخرية لجمعية النور للبر، تنظم جمعية النور للبر الدورة الثالثة لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة القرآنية رحمه الله، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق الدورة الثالثة في حلة جديدة للمتسابقين والمتسابقات، وذلك بإضافة فرع خاص للأطفال. هذا وقد بدأت اللجنة المنظمة في استقبال تسجيل المتسابقين من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالجائزة وفقا لفروع المسابقة وشروطها. افتتح أهالي الدير وسمهيج دريا لرعاية الوالدين النهارية في منطقة سمهيج، وذلك بالتزامن مع احتفال مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الأول من شهر أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين. وأكد فضيلة الرئيس الفخري لجمعية مركز سمهيج الدكتور الشيخ جمال الخرفوش على أن الاحتفاء باليوم الدولي للمسنين يأتي في إطار الجهود المستمرة لرفع معدلات الوعي المجتمعي بدور كبار المواطنين في مملكة البحرين، وتعزيز جهود تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية لخدمة ورعاية هذه الفئة العزيزة على الجميع. انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي برعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار وبحضور فني لافت من نجوم البحرين والسينمائيين الخليجيين، حيث أكد يوسف فولاذ رئيس المهرجان إلى أن إدارة نادي البحرين للسينما حرصت على إقامة هذه النسخة لتكون على خارطة الأنشطة الثقافية والفنية في مملكة البحرين. وحول ما يقدمه المهرجان هذا العام، كشف فولاذ أن تسمية جوائز هذه الدورة يأتي تكريما ووفاء لجيل من السينمائيين والفنانين الذين قدموا الكثير للثقافة والفنون والسينما في مملكة البحرين.
وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. مشاهدينا وصلنا إلى ختام برنامج هنا البحرين، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV راديو. ومني أنا عايشة علي ومن فريق برنامج هنا البحرين بقيادة المخرج سعود الجودر، أطيب التحية، إلى اللقاء.